السلام عليكم إخواني أخواتي، مرة أخرى مرحبا بكم معنا في العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. نحن الآن في مدينة مكناس في طريقنا إن شاء الله عبر الطريق الوطنية إلى مدينة فاس العاصمة العلمية. احنا الان في حي السعادة بمدينة مكناس.
إذن إخواني كنتمنى أن هذه الدويرة هذه تكون نالت الإعجاب ديالكم، وكنوعدكم بفيديوهات أخرى إن شاء الله عن مدينة فاس. حنا الآن في الطريق ديال مدينة فاس، إن شاء الله في الدخلة ديال مدينة فاس، في وسط مدينة فاس. كنوعدكم أنني غندير فيديوهات أخرى عن مدينة فاس، عن العاصمة العلمية إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ونهاركم مبروك إخواني أخواتي.